هذا وكان سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قد وصل إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، وذلك للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم والذي تنظمه مصر برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. وكان في استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لدى وصوله إلى المطار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعدد من أعضاء الوفد البحريني المشارك في المنتدى وأعضاء السفارة البحرينية في مصر.